السلام عليكم. بينما هناك شعوب تهتم بالتفاهات والقيل والقال، هناك شعوب تهتم بما يفيد الإنسانية، وهذا ما سأحاول أن أعرفكم عليه وباختصار من خلال هذا الفيديو، فمرحبا بكم. اليوم كما ترون كاتالونيا تشهد احتفالات في شتى المدن الرئيسية، وذلك بمناسبة الماراثون السنوي الخيري لجمع التبرعات لفائدة البحث الطبي. هي صراحة بادرة إنسانية طيبة توضح مدى وعي هذا الشعب وحبه للتضامن ومساعدة الآخرين لحياة صحية أفضل. في هذا العمل الخيري يساهم صراحة العديد من الفنانين والموسيقيين والرياضيين والمشاهير والسياسيين ورجال وسيدات الأعمال والمواطنين العاديين كذلك، الكل يساهم حسب قدرته. وبهذه المناسبة يقوم التلفزيون الإقليمي في كاتالونيا بعرض برنامج يعني خاص لهذا اليوم، وهو يعني استقبال مكالمات وتبرعات يعني الناس من شتى يعني من شتى المناطق سواء في كاتالونيا أو خارج كاتالونيا. هو صراحة هذا الماراثون يعتبر الماراثون الرئيسي في البلاد الذي يجمع أكبر قدر من المال المخصصة للأبحاث الطبية كأبحاث مخصصة للسرطان مثلا. صراحة الشعب الكتالاني هو شعب واعي وراقي ويطبق حرفيا مقولة أحب للناس ما تحب لنفسك. والسلام عليكم.